هي من الصفحات التي انتقيتها في رحلتك. دكتور حسن بزي، مؤسس ورئيس مركز الدراسات والخدمات الطلابية، دكتور في الأدب العربي وأستاذ في الجامعة اللبنانية، له باع في دراسة المجتمع العربي الأمريكي ولا سيما في ديربون، وله باع أخرى في تعليم اللغة العربية للعرب الأمريكيين. أسس مدارس عديدة لتعليم اللغة العربية وأصدر مناهج لتدريسها، كان آخرها منهج حديث يتكون من 5 مراحل. الدكتور حسن بزي أيضا من مؤسسي المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، وهو يشغل منصب نائب الرئيس لمجلس إدارته حاليا. سوف يتكلم حول أغاني المناسبات في التراث العربي، فلنستقبله بالتصفيق. المرة الثانية بيقول إنه أنا أدب عربي، أنا قلت له تاريخ مصر تاريخ الأدب العربي. السلام عليكم. أغاني المناسبات في التراث العربي. عندما قررت المشاركة في لقائنا اليوم وفي الشهر العالمي للتراث العربي، دخلت من باب ضيق لأجد نفسي في بحر واسع من العناوين والأبواب والمعلومات، بحر التراث. وماذا أختار من هذا البحر؟ ومنه عنوان مداخلتي حول الأغنية الشعبية أو أغاني المناسبات في التراث العربي. ماذا عساي أختار أو أغرف ضمن زنزانة 10 دقائق التي يسبح بها وقت البرنامج؟ في هذا الموقف الذي لا أحسد عليه، استعنت بمصدرين. أولا بذكريات طفولتي لأستعيد منها أغاني تراثية كنا نرددها أو نسمعها بعد أن ورثناها من أجيال سبقتنا، وثانيا بدراسة لي حول الأغنية الشعبية نلت على أساسها شهادة الكفاءة من كلية التربية في عام 1977. وقد جمعت مادتي وقتها من أفواه كبار السن، أي أن عمر الأغاني التي سأوردها من خلال المداخلة يزيد على 100 عام. التراث هو الهوية الثقافية للأمم وخلاصة ما ورثته الأجيال الحالية من الأجيال السابقة من تجارب وأفكار ورغبات وميادين في ميادين الفكر والعلم واللغة، ضمن مكان جغرافي محدد يعطي للتراث هويته وللمجتمع صورته في الموروث المادي من كتب تاريخية وآثار ونقوش وحرف وأزياء وعمارة ومسكوكات، وفي الذاكرة الشعبية من الموروث الشفوي من غناء وشعر وأدب وألحان وموسيقى وفولكلور ومعتقدات وأساطير وعلوم وغيرها وغيرها. واليوم من خلال مداخلتي حول الأغنية الشعبية سأتناول بقليل من التفصيل أغنية الدلعونة. بس يا ريت صوتي حلو تغنيها لأهميتها. أما بقية الأغاني ومناسباتها سأكتفي بذكر العنوان ونموذج عن كل منها. أغاني الدلعونة، طبعا بنعرف الدلعونة هي رتم سداسي عادة يترافق مع الدبكي، وفي قافي، في 3 على القافي، يعني عندي هون يعني مثل نسمي رسمي اسمي وبالآخر في نون بالآخر، يعني بتصير نسمي. كاني وحدي عم تغني لحبيبها بتقول له
نسم الهوى نسمي ع نسمي ومعي حبيبي بلبس الرسمي معي أو يعني إليجنت دخيله الله الأسم هالاسمي وطلع نصيبي أسمر اللون. فهذه هذا إذا يعني كلمة دلعونة هي ليست من الدلع مثل بل هي من لفظة يد العونة وليس من الدلع كما هو شائع. والعونة من الآخر هي حالة ضرورية في المجتمعات الزراعية وتعتبر أغاني الدلعونة من أكثر الأغاني التراثية شيوعاً وهي عبارة عن لحن سداسي لدبكة جماعية ترافقها نغمات المنجيرة أو بنسميها الشبابي أو المجوز. وقبل مكبرات الصوت كان يقوم بالغناء عادة أحد الدبيكي أو إحدى الدبيكات أو الغناء من خلال مناظرة بينهما. أما أهمية الدبكة الدلعونية بمدلولها الاجتماعي تتمثل بما يلي. أولا هي لحن بسيط بالإمكان حفظه بسرعة، تتغير كلماته حسب الموضوع والمناسبة دون أن يتغير اللحن. يعني ممكن الدلعونة تكون زراعية ممكن تكون دينية بس الرتم محافظين عليه. اثنين الدبكة هي حالة جماعية تتشابك فيها الأيدي كلها في صف واحد وكتلة واحدة تتحرك في خطوات إيقاعية واحدة تعكس وحدة تنظيمية وتكافل اجتماعي شبيه أو قريب من النظام العسكري. هذه الحالة الاجتماعية للدبكة في الحركة والوحدة تأخذ أهمية إضافية في بلاد الاغتراب لمزيد من التعاون والتضامن. هذه بعتبر أني نظرية ما بعرف إذا بتوافقوا عليها. ثالثا يترأس الدبكة عادة شيخ الدبيكي أو ما كان يطلق عليه شيخ الشباب، يستلم القيادة ويسهر على انتظام مسيرة الإيقاع، وعادة يتناوب على قيادة الدبكة عدة أشخاص ضمن مفهوم تداول السلطة. هذا الحاشي. عادة نحن الرئيس ببلادنا العربية يبقى مدى العمر بيأبد نفسه، لا هوني بالدبكة في نوع من الديمقراطية. رابع نقطة الدبكة ما بعرف إذا هالأمور عم تعجبكم. طيب. رابعا الدبكة هي من كل الأعمار من 10 سنوات وما فوق، وهي حالة اجتماعية فريدة تجمع مشاركة 3 أجيال الحفيد والأب والجد، ممكن يكونوا بدبكة واحدة في ساحة واحدة. خامسا الدبكة تجمع كل طبقات المجتمع من غني وفقير وفلاح وموظف، ما في تمييز طبقي بالدبكة. ستي الدبكة تجمع بين الجنسين من الذكور والإناث، وكان يطلق عليها قديما فرخة وديك. حتى كانت إذا شي مرأة مثلا ما بدها تكمش الرجل على اللحم كانت بمنديلها تحمل إيدها وتكمش له إيده بالمنديل حتى ما يصير في حرارة. إذن كانت الدبكة هي المتنفس للصبايا والشباب في اللقاء والتعارف ومساحة حرية، لا كان في واتساب ولا كان في أمور ومساحة حرية في التعبير عن الحب أو العتب أو المعاناة في مجتمع محافظ. ثامنا وأخيرا الدبكة هي صورة عن المجتمع. أحياناً تنقسم الدبكة ذات الصف الواحد إلى عدة رؤوس وعدة دبكات، أو تنقسم الدبكة إلى دبكتين، دبكة الذكور ودبكة إناث، وهذا الانقسام له مدلولاته على الصعيد الاجتماعي ودور الدين به. هذا بشكل عام الدلعونة. أما بقية أغاني طبعاً راح نمشي بالشكل السريع، أما بقية أغاني المناسبات التراثية فهي صورة عن كل جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. ومن هذه المناسبات
للأغنية الخطوبة والزواج، العمل والحرف، مواسم الحصاد، الموت، الرثاء، الحناء بنحني دينا يعني، الطهور، الزراعة، فصول السنة، المسحراتي يعني موحد الديم، يعني موحد الله. طبعا المسحراتي اللي بيلبس الطربوش والإنباز وحامل طبلية وعصاية وعم بدق عليها، طبعا هذه موجودة بكل المجتمعات. عندنا الوطنيات، الزجل، العطفي والحب، الأعياد، أغاني الباعة، أغاني الرعاة والبدو، الأغاني الدينية وغيرهم. هلأ الحداء، رح بعطي مثل من كل وحدة على السريع بما يتيسر الوقت. أم عم تحدي لطفلها، شو بتقول له؟ يا حادي العيس حاج تبكي تبكيني، لمي حداي ولا اختي تسليني، وان كان يا جرح على الفراش ترميني، تشمت عداي وتتاسف محبيني. هذه امها طيب. عتيبه من حبيب لحبيبته بيقول لها طلبت القلب مني وكان مناح، وعلى غيابك عيوني داوم مناح، ويا حامل ويحامل لي رسالة وجاي من ناح الحبايب رد دمعات الجواب. يا ظريف الطول، بيقول له يا ظريف الطول، طبعا هي قديمة الغنية عمرها من فوق 100 سنة. يا ظريف الطول على البسطة يبيع، بين الحاجب والغرة يمنابت ربيع، حلف البياع لجلك ما يبيع، كسر الميزان وباع مشايل. يا غزيل يا غزيل قلو برحل يما بضاللو، لو غاب العمر كله غيره من مصاحبة بالزلف. والزلف هو عبارة عن خصلة شعر للشعر الطويل، ودائما بالزلف عنا على العين، على العين. إذا على العين يا أبو الزلف عيني يا مولي، حبك بقلب الكتب يا نور عيني.